يوجد في قريتنا مسجد وبجواره ضريح، والمسجد مسمى على اسم صاحب الضريح. يقول البعض لا تجوز الصلاة فيه، ويقول البعض الآخر تجوز الصلاة ما دام القبر بعيدا عن القبلة، ويرسم المسجد جزاكم الله خيرا، ويرسم مكان الضريح ويسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا، ومكان الضريح حسب رسمه في الجهة الخلفية من المسجد. إذا كان هذا المسجد مبنيا من أجل الضريح، وهذا الضريح داخل في حوزة المسجد، فإن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لأنه مبني على قبر، الصلاة فيه صلاة عند القبر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فإذا كان هذا القبر داخل حوزة المسجد، والمسجد يسمى باسم صاحبه من أجل تعظيمه ومن أجل قصده بالزيارة والصلاة فيه والدعاء عنده رجاء الإجابة، فإن هذا وسيلة عظيمة من وسائل الشرك. وإذا قصد المصلي أو الزائر لهذا المسجد قصد حصول البركة من هذا الضريح، أو دعاه من دون الله، أو استغاث به من دون الله كما يفعل القبوريون، فهذا شرك أكبر يخرجه من الإسلام. فعلى كل حال، هذا من أمور الجاهلية، بناء القبور، بناء الأضرحة على القبور، واتخاذها مساجد ومصليات ومزارات للتبرك وطلب الغوث وقضاء الحاجات، تفريج الكروبات، هذه أوثان تعبد من دون الله عز وجل، لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لأنها كلها مواطن شرك، وكلها أوثان أقيمت لمزاولة الشرك بها وحولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.